أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة أوي، أول فقرة فيها بعنوان المدرسة بين الأمس واليوم. المدارس انتوا عارفين الحكاية، هي جامعة وحصن دايم للشباب وللهداية. هي بتعلم ولادنا يعني ايه نقطة بداية، لما بتجمع ولادنا على الأصول وعلى السعادة، فيها قدوة، فيها فرحة، فيها علم للنهاية. المدارس في بلادنا ليها أصل وليها معنى، المدارس عقل أمة، ومصرنا طول عمرها أم المدارس. جاية أتكلم معاكم عن مدارسنا زمان، يلا نحيي في المدارس تتظبط كل الحكاية. أهلا وسهلا بيكم. انتوا عارفين النهاردة موضوع مهم قوي هنتكلم فيه عن المدرسة زمان، ويلا بينا نفتح أول باب ونتكلم فيه عن مدارس زمان. هنتكلم عن كل حاجة، عن المبنى وعن الطلاب وعن المدرسين وعن الشرح وطريقة العرض. طبعا مدارس زمان كان بيغلب عليها الطابع البسيط جدا، الفصول كانت عبارة عن ديسكات مترصة ومليانة بالطلبة، وطابع المدرسة كان هادي، والولاد كانوا مالين المدرسة. طب ايه كمان؟ الطالب وهو خارج من بيته كان رايح يتعلم، ايوه رايح يتعلم، باين عليه في هيئته وفي شكله. يعني ايه؟ يعني هو خارج من بيته ورايح المدرسة مش عشان يبوظ في أساس المدرسة، ولا عشان يلعب، ولا عشان يضيع وقت، لا هو رايح يتعلم في المدرسة اللي كانت ليها رهبة كبيرة قوي. طيب وشكل الطالب؟ أيوة الطالب لازم اللي يخرج من بيته رايح عشان يتعلم، رايح هدفه العلم. هو عارف برضو إن المكان اللي رايحه مكان مقدس، لازم يحترم اللي فيه، سواء المكان، سواء المدرس، سواء الطلبة اللي قاعدين جنبه في الديسك. وعارف ان الأستاذ اللي قدامه هو قدوته بعد بابا وماما، علشان كده لازم يحترمه. وكان كل كلمة المدرس كان بيعتبر هو المايسترو، هو القائد الأعلى للعملية التعليمية. يعني كل كلمة بيقولها الأستاذ أيوة لازم يكون لها أثر كبير عند الطالب. حتى المدرس كمان كان مظهره المدرس دوت، خلي بالك انت القدوة للطلاب، انت بعد بابا وماما، بيتعلموا منك حاجات كتير قوي. زمان كان المدرس هو أساس العملية التعليمية، هو أساس المعلومة، وكانت الدايرة مغلقة على المعلم في توصيل المعلومات للطلبة. دي كانت مدارس زمان في الشكل والبساطة وطريقة الشرح والتعليم والمناهج الجميلة اللي كلنا اتربينا عليها وخرجت أجيال وأجيال. طيب ولو قفلنا باب المدارس القديمة وفتحنا باب مدارس اليوم أو المدارس الجديدة؟ طبعا الشكل عالي العال، المدارس فيها المسارح وفيها المكتبات وفيها الفصول وفيها الملاعب والمسارح، كل حاجة، يعني مدارس متكاملة. بس يا ترى العلم هي فيها طلبة؟ هي فيها فصول كتير وتخت، بس أغلبية الوقت التخت فاضية، لأن السبب بسيط قوي. الفكرة عند ولي الأمر دلوقتي إن هو مكبر دماغه، يقولك يا عم وأنا ليه أودي ابني المدرسة، ما هو كده أو كده بياخد درس، ما هو المدرس هيجي ويديله المعلومة، يبقى انا ليه اكلف نفسي عبء بزياده، ما بين ان انا اوصله للمدرسه هدفع فلوس، وما بين المدرس اللي هيجي. ده الغريب بقى كمان ان كان بيجي طلبه يستاذنوا في وقت المدرسه عشان عندهم درس. هو انهي اهم، المدرسه ولا الدرس؟ مين اللي بيعلم، المدرسه ولا الدرس؟ المدرس اللي جاي لك البيت جاي بتايم محدد، وقت محدد، هو جاي يقعد معاك ساعة يلملك فيها المنهج، مش هيعلمك أخلاق، مش هيقيم سلوك،
المدرسه هي اللي بتربي وهي اللي بتعلم وهي اللي بتعمل عمليه تعديل للسلوك. والطلبه دلوقتي حدث ولا حرج، خارجين من بيوتهم، اللي خارج رايح يهزر، واللي خارج رايح يضيع وقت لحد ما ميعاد الدرس يجي، واللي خارج رايح يكسر في اساس المدرسه، وغيره وغيره وغيره. يا ترى هم دول الطلبه اللي احنا عايزينهم يرفعوا بلدنا؟ طب وحاجه تانية، زمان الطالب وهو قاعد في الفصل كان عارف ان اللي معاه في الفصل ده اخوه او اخته بيحافظ عليه، وكلنا اتربينا على كده، يعني ما كانش فيه تنمر، ما كانش فيه حاجات والفاظ احنا بنشوفها دلوقتي، زي مثلا الالفاظ زيها اللي احنا بنسمعها في الشارع، كلمه يا اسطى، انا مش عارفه هي ايه الكلمه دي، الكلمه دي دخيله على المجتمع المصري. فين السلوكيات الجميله؟ يا استاذ ولو سمحت وحضرتك، يعني ايه طلبه جامعه يقولوا لبعض يا اسطى، او سواء كانوا خريجين جامعه او طلبه مدارس؟ كل دي سلوكيات دخيله على المجتمع بتاعنا. عايزين نرجع المدرسه، المدرسه هي حجر الاساس، المدرسه هي اللي بتعلم، في تكامل، اللي ما بيقولوش البيت بتقوله المدرسه، والمعلم هو القدوه الجميله لكل طالب. خليك فاكر ان انت وانت في الفصل انت المايسترو، انت قائد العمليه التعليميه. يا ريت كل معلم فينا يدي يعدل في السلوك، فيها ايه لما ناخد 5 دقايق من الحصه نقول فيها سلوك بسيط، ايه اللي هيحصل؟ طبعا هتقولي لي لا ده كده بنضيع وقت الحصه وعشان المنهج. لا صدقني، انت ممكن تضيع الوقت في بس واسكت، لكن لا، احنا بنقيم، بنربي، بنعلم نشأ، عشان كده ولادنا لازم يتجملوا بالاخلاق. تخيل بقى لو انت على مدار العام كل يوم بتديهم سلوك معين. انا اعرف مدرسه، المدرسه دي عملت فكره كويسه قوي، من اول الاسبوع بتقول للطلبه ايه رايكم ان احنا نطبق سلوك ما مع بابا وماما واخواتنا في البيت. وعملت الحوار ده مع البنات في الفصل وقالت لهم ايه رايكم، الفصل ده تقريبا فيه 50 بنت، كل بنت اختارت سلوك هتطبقه، اللي اختارت انها تحس باباها ومامتها على الحفاظ على الصلاه، واللي قالت ان انا هروح ازور جدتي الكبيره صله ارحام، واللي قالت ان انا هشتري الماما اللي هي عايزاه. وفعلا البنات طبقوا وعملوا جدول، واخر الاسبوع المدرسه كانت بتراجع وبتشوف السلوك. صدقوني المدرسه دي بتغرس شجره جميله من الاخلاق. تخيل على مدار العام اكيد هيكون في ثمره حلوه لولاد، اكيد. مش كل حاجه ان وقت المدرسه يكون رايحين نلعب ونهزر ونضيع وقت. ومش بس مدرس العربي والدين هو اللي بيعدل في السلوك، لا، انا بكلم كل المدرسين. 5 دقايق بس من اول كل حصه هنتكلم فيها عن سلوك ما وهنطبقه، ونراجعه بعد كده ونعمل عمليه تحفيز للبنات ونشوف وصلوا لايه ولادنا. اوعى حد يقول لي ان ده الوقت والمنهج، ابدا صدقني، انت المايسترو في الحصه، انت اللي بتدير الحصه، انت صاحب الوقت، انت اللي هتجني الثمار الجميله. هو ده ثمره العلم، مش العلم بس. ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول للصحابه لما تخرجوا من المسجد عيشوا بين الناس وفي الشارع باخلاق المسجد. احنا عايزين كده، عايزين نرجع المدرسه ونرجع المدرس القدوه ونرجع ولادنا للمدارس تاني، لان المدرسه هي الاساس، هي اللي بتربي، هي اللي بتعلم. فاصل ونعود اليكم. اهلا بيكم في فقرتنا ابداع في بلدي. لا تسخروا من بعضكم في بعض وتشاغلوا بعبادة في الفرض، ولتعلموا ان المهيمن ربنا، وتكونوا منفردين يوم العرض. لن ينفع المال الكثير امامه لو كان قلبك دائم المرض. طف بالمساجد
صل فيها ركعة أغلى من الدنيا بالطول والعرض، تبدو المساجد للملائكة في السماء وكأنها النجمات في الأرض. النهاردة هناخدكم في جولة جميلة قوي لمسجد أثري مشهور جدا في القاهرة، وهو المسجد الطولوني أو مسجد أحمد ابن طولون، ويعد المسجد ثالث المساجد في القاهرة بعد مسجد عمرو بن العاص ومسجد العسكر في مدينة العسكر بالقاهرة. بني المسجد في عام 877 ميلادي بأمر من أحمد بن طولون حاكم مصر في الفترة دي، ويغلب على بنائه الطراز المعماري الإسلامي من العمارة العباسية، وقد بني في ميدان أحمد بن طولون بمدينة القطائع بالقاهرة الموجودة بحي السيدة زينب. مساحة المسجد الخارجية مع المسجد كلها حوالي 6.5 فدان، وعدد القباب تنتان هما قبة الصحن وقبة الصغيرة. بني المسجد على جبل يسمى جبل يشكر، وكان مرتفعا عن الأرض، وقد جاء البناء على شكل مربع مثل مسجد سامراء في العراق. الحقيقة وأنا في المسجد تذكرت قصة بناء هذا المسجد. إيه هي؟ يلا بينا نعرفها. طبعا كان المهندس سعيد ابن كاتب الفرغاني بنى بئر لأحمد ابن طولون، ولما تم بناء البئر ذهب إليه أحمد ابن طولون، وأثناء زيارته غاصت قدم فرسه في مكان حول البئر، فظن أن هذه مكيدة مدبرة له من المهندس وأمر بحبسه. وحينما أراد أن يبني مسجده اقترح عليه المهندسون أن يكون المبنى على 300 عمود، وأن الأعمدة دي ياخدوها من الكنائس المصرية، فرفض أحمد بن طولون بأن يأخذ أعمدة من الكنائس، هو ده القائد اللي بيبني مش بيهد فتصبح الكنائس خرابا. وهكذا يكون حال الكبار يتركون أثرا طيبا وراءهم. فلما علم المهندس سعيد الفرغاني بذلك وهو في محبسه أرسل خطابا إلى أحمد ابن طولون بيقول له إيه؟ إنه مستعد يبني المسجد الكبير بدون أعمدة إلا عمودين فقط في القبلة، وقال له لو أحرقت المباني حول المسجد فلن يحترق المسجد، ولو أغرقت المباني حول المسجد فلن يغرق المسجد. فوافق أحمد بن طولون وأخرجه من السجن، وأعطى له 100,000 دينار لبناء المسجد، وشيد له مسجدا عظيما لا مثيل له في الدنيا بيحكي عن عظمة التاريخ الإسلامي لحد اللحظة دي.
وعند زيارتك لهذا المسجد تأخذك الجدران الضخمة والحوائط السميكة والفراغات بين المباني والرسوم المزركشة على الأعمدة الداخلية، بل تكفيك نظرة واحدة للسقف الخشبي المعشق بطريقة لا مثيل لها لتعرف عظمة مصر قديما وحديثا. والحقيقة في زيارتي للمسجد التقيت ببعض الأجانب اللي بيزوروا المسجد، وده كان وفد فرنسي، وسألتهم ايه رأيكم في البناء ويا ترى انتوا أول مرة تزوروا، وفعلا كان الرد بتاعهم أكثر من رائع، وأنا كنت مبسوطة قوي إن الأجانب رايحين يشوفوا عظمة بلادنا في المساجد. يا ريت كلنا ناخد ولادنا في جولة ونروح نزور المساجد الجميلة اللي في مصر. والتقينا بالمرشد السياحي عمرو فؤاد الذي أخذنا منه ومن ضيوفه هذا الحوار المختصر. She asked you why you like this mosque, what more benefit or more advantage, why you like this one for the decoration or for the meeting? This is amazing, beautiful, full of a lot of history, and there is a holiness here. Yeah. اللي كان في التراث، يعني التراث نفسه الديكوريشن بتاعه والكلام ده كله حلو، عشان برضه ايه قديم جدا وكده، فعجبه الستايل نفسه كتير قوي بصراحه. تمام. وخاصه اللي هي المناره عجبه جدا، يعني عشان نظام طبعا الحارسوني اللي دي اتعملت في عين احمد بن طولون في اللي هي السماء الرابعه. طيب السؤال لحضرتك. اتفضل. طبعا احنا دخلنا المسجد ما فيش تكييفات ولا مراوح، بس حضرتك شايف الجو الجميل فده بيأكد على ايه؟ المهندس الاساسي المعماري اختار المكان ده بدقه بناء على ايه؟ هو المهندس اصلا اللي عمل المكان ده كان مهندس مصري. تمام. وساله قال له انا يعني السلطان احمد طلول قال له انا عايز مسجد وافق فيه لو مصر كلها اتحرقت المسجد ده ما يتحرقش. تمام. وان المسجد برضه يبقى ايه لو مصر كلها غرقت ده برضه ما يغرقش. تمام. الحاجه الثالثه ان احنا نستخدم الحاجه نفسها الحجاره، مش عايزين نسرق حجاره من اي مكان بره كده. طبعا ده عشان واثناء جولتي كان هناك بعض طلاب كليات الاثار الذين تحدثت معهم ودار بيننا حوار حول المسجد وعظمته وتاريخ بنائه، مما جعلني فخورة بأبناء بلدي الذين يقدرون تاريخها العظيم. زي ما احنا شايفين دول طلبة كلية الآثار، طبعا هم جايين يزوروا المسجد كدراسة، وأنا اتكلمت مع أحد الطلاب وهو بيحكي لنا بالظبط المسجد عبارة عن إيه وحكايته زي ما احنا كده شايفين. طبعا أنا بسأله عن الطراز المعماري للمسجد وعن أحمد بن طولون واختيار المكان. فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا بيكم مرة تانية. طبعا زي ما احنا معودينكم ان بيت الابداع دايما متجدد في فقراته، والنهارده في فقره جديده خالص لاول مره في البرنامج. ايه هي؟ حكايه مثل. اصل المصري دمه خفيف، سواء في مدينه او في الريف، حتى في حزنه تلاقيه يضحك لو جه صاحبه او جه ضيف، يصنع نكته يصنع حكمه طلع طبيعي بلا تكليف. والنهارده قصة المثل، ايوه زي ما انتوا شايفين كده، هي كوسة. عارفين ايه سبب المثل ده؟ يلا بينا نعرفها، ما هو لكل مثل سبب وقصة. يلا بينا نعرف القصة دي. ده تعبير شعبي مصري بيعبر عن الشعور بالظلم او عدم المساواة، وبيرمز إلى الحصول على امتيازات دون وجه حق بفضل إيه؟ الواسطة والمحسوبية. ويعود المثل إلى العصر المملوكي الذي نشأ فيه. يلا بينا نعرف إزاي. القاهرة كانت لها أبواب كتير وكانت بتغلق
ليلا في وجوه التجار وبتمنع السلطات دخولهم ما عدا مين بقى؟ أيوة تجار الكوسة، وذلك بسبب سرعة تلف الكوسة. فكان كل التجار بيقفوا في صف طويل منتظرين إن الأبواب تفتح ويدخلوا ما عدا مين بقى؟ تجار الكوسة. بيدخلوا بحرية، بمجرد وصولهم بيدخلوا. ومن الوقت دوت والكلمة دي بتطلق عند الرشوة أو العمل المخالف للقوانين. الحقيقة بقى إن الأمثال دي بتدينا فكرة عن أحوال المجتمع اللي نشأت فيه، وبتدينا تجارب الشعوب وأحوالها، وبتخصها في كلمات موجزة للتعبير عن الحادثة، وبتتنقل من جيل لجيل لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء اللي وقع فيها اللي قبلهم. وهي موجودة طبعا الأمثال عند كل الشعوب، وساعات بتكون بنفس المعنى، وده هنعرفه على مدار الحلقات اللي جاي. خليكوا فاكرين مثلنا النهاردة كان ايه؟ هي كوسة. أعزائي المشاهدين، أعدت لكم الحلقة وقدمتها رباب جميل. شكرا لكم وإلى اللقاء.